Hello, man. Hello. How are you, man? Are you okay? Nice outfit. Thank you. Okay. يمدينا ناخذ لقاء فوق انا وياك؟ يمدينا. ايش رايك؟ طيب اطلع انت قبلي. اطلع؟ عشان يمديني انا حجي صغير يمديني. انا يمديني بعد. بس شوف اذا يتوسخ الكرسي والله يا علي. يا رجال لا لا تجلس على هذه تنكسر الوجه. نزل رجولك هنا. تعال يلا. طيب. تبغى تكسر انت؟ لا تجلس عليها. لا لا تجلس. علي. يا هلا وغلا. رجعت؟ رجعت وبرجع. دخلت براين. حلو. أي ساعة وصلت؟ وصلت الساعة. الساعة؟ 25. حلو. ليه خمسة وعليها؟ صدق ضيعت. ضيعت؟ لا أنت ما ضيعت. أنتم كنتم تلعبون على شيلة؟ من؟ أنتم. من احنا؟ أنت. أنا ألعب من واحد. لا بس ها؟ لعب على شيل وش؟ شفت يعني شوف أنا ما يخفاني شيء. شوف أنت ما يخفاك شيء بس صدق ضيع. يعني أوكي أنت ضيعت أول مرة في الطريق. إيه؟ طيب يعني أنت عارف اللي داخل برايم؟ إيه. يعني هذا من ضمن الأشياء اللي دخلتك برايم اللي هو تأخرك في حضورك للقناة. طيب علي لو قلنا إن علي عنده حب الظهور. وش؟ لو قلنا إن علي عنده حب الظهور. جاك أحد الأشخاص أو فانزاتك ما بعد البرنامج قال علي حنا نحبك ونتابعك لكن أنت شخص نشوف فيك حب الظهور. وش ترد عليه؟ وش معنى حب الظهور؟ يعني إنك تحب تظهر في أي شيء في السوشيال ميديا. هذا السوشيال ميديا أنا جيت هنا عشان أطلع في أي شيء مثلني أنا مثل قبيلتي ما هو شيء نقدر. بس في مثل يقول كثر الهف تنهف لو كنت غالي. تعرف إيش معناه؟ ما فهمت أنت. كثر الهف تنهف لو كنت غالي يعني كثر الشيء يملل. صح. ويقلل من قيمة الشخص أمام الجميع. هذه نصيحة ما بعد البرنامج. طيب أنت تدري إن يوم طلعت اليومين دي أو الثلاث أيام دي إنهم يقولون زد نبغاك هذا شيء طبيعي نبغاك متواجد في كل شيء. أنا إذا بتكلم أتكلم عن ما بعد البرنامج يعني. إيه أنت تكلم الحين بعد البرنامج. إيه لا أنا ما أتكلم عن البرنامج أنت واجب عليك أصلاً الآن أنت تثبت نفسك في الظهور. هذا شيء طبيعي لكن أنا إذا بتكلم إن عرفت الشخص اللي يبي يتلقف في أي حاجة بس علشان يظهر إعلامياً. بس كان. لا أنا ما أقصد كنت الله يرضى عليك لا أنا يعني. أحاول أني أطرح هذه التجربة أمامك وشوف وش رأي علي وناحي فيها. رأي أني ما أني بنفس الكلام اللي قلته. لو شفت شخص الكلام ده كله. يحب هذا الأمر وتشوفه فيه حب الظهور يحب أن يطلع في كل حاجة لو كانت العلي نصيحة بيقدمها لهذا الإنسان وش بتكون؟ نصيحة كن في المكان اللي أنت تبي تكون فيه بس ما هو بتطلع في أي مكان ما هو بلك. في ناس لهم المكان ده خلهم يستفيدوا من المكان ده المجالهم ده لهم أنت خليك مجالك في هدفك اللي انت مهد اللي انت تطمح له. طيب علي سلام عليك. وش توعد جمهورك امام الكاميرا هذه؟ اقول ابشروا بعلي مناح بيرجع وابشروا باللي زين خطركم وابشروا كل ما هو يسركم باذن الله. بين الغرور والثقه انا واثق في جمهوري واثق في نفسي واضح في جروب دعمي. وش الفرق بين الغرور والثقة؟ الغرور انك تغتر في نفسك يعني تقول شيء ما انت بقده. تقول شيء طيب في ناس سوت اشياء وكانت قدها. ايوه. هذه مغتر في نفسه. انا واثق بعد الله سبحانه في نفسي وفي جمهوري. بين الغرور والثقة؟ لا. شعره؟ ما هي بشعره يا رجال. ها؟ اقل من شعره. أقل من الشعرة؟ بس أنا أقول لك الغرور ده تنقص الشعرة هذه في يوم من الأيام يا علي؟ أنا قد قصيت الغرور ده قصة من زمان تغتر ليه في نفسك
طيب الغرور بعدين يحس فيه شوي من التكبر، شوي احس فيه شيء، ما هو شوي شيء من التكبر. طيب علي لو وقفت امام المتسابقين كلهم حلو وقالوا هذه كلمة علي مناحي نصيحة علي لهم في مسيرتهم الإعلامية القادمة، نصيحة لهم إيه؟ زي ما قلت بناء عن علاقة علي معهم طوال فترة البرنامج، لو كانت كل واحد بنصيحة يعني لو قلنا النصيحة اللي بتشمل الأغلب، كل واحد يركز على هدفه واستمروا وأنتم ناجحين كلكم. هل في ناس تركز على أكثر من هدف علي؟ والله أنا ما أدري. أنت وين هدفك؟ بتشوفون أنا بق ما شفت مني شيء صار. وش توعدنا فيه؟ وعدكم بكل ما يزين خطركم بإذن الله في التقديم. أنت وجودك عندنا مزين خطر. الله يطول عمرك وإن شاء الله أني بقى عقبودكم من كثر وجودي معكم. لأنك تبقى عقبودنا هذه ما حذرت فيها صدق يعني، لكن حنا مستنسين في وجودك، لكن لو كان لك هدف داخل البرنامج في أحد المراكز وش هو المركز؟ أنا ما أنا باللي أحط مركزي. لا ليه؟ لأن جمهور أكيد. طيب بس الجمهور كيف بياخذ العزيمة؟ مني أنا لا مو عشاء عزيمة يعني أقصد أدري يأخذون العزيمة إيه؟ يعني وش يصوتون يا نجم الجمهور حلوين أو فارس النسخة أو فارس النسخة أوكي. أنت قد قلتها قبل شوي اللي إيش كلامك اللي قبل شوي تقول؟ وش هو منه هذا؟ لا أنت كلامك أنت أنا أوكي ما أدري إيش قلت كلامك اللي ما عرفته قبل شوي ما فهمته؟ اللي قلت متشتت يعني؟ لا زي المثل اللي قلته عندنا المثل من كلاب يديه الثنتين غص أو من مربع الديرتين يعني من كبر لقمته غص غصف يا؟ أي. طيب وش لقمة علي مناحي في البرنامج؟ شوف أنا كان طموحي في الاثنين. طيب داودا تبي اثنين بس انت خايف انك تغص فبعطي مجال ان شاء الله لاخوياي والله يوفقني وياهم انا ماني المركز يا علي المركز ان شاء الله هني الاول في كل شيء انا ماني بالثاني انا ان شاء الله لو الأول. كان هدف واحد منهم تختاره وش هو؟ ماني مختار شيء. ليه ما تختار؟ كلها زين يتابعونك ويدعمونك كلها زين كيف بياخذون عزيمتهم؟ وين تشوفوني مكان وين تشوفون علي مناحي انت اللي بتحطوني في المكان ذا هم يحطونك؟ هم اللي يقولون علي مناحي المركز ذا. بس كذا انت معتمد عليهم انت معتمد على ادائك. هم معتمدين علي وانا معتمد عليه. علي مناحي وش بدون جمهوره؟ متبادل الدعم يعني يا نعم علي؟ اكيد علي مناحي بدون جمهوره ولا شيء ما حد يعرف علي مناحي بس بجمهوره كل الناس الحين طيب الحمد لله علي بعجاله اقمز عن السياره لا 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 اهفك على راسك حلوين بجيك ولا لا؟ ما عندي بطالع انزل على هيك تبي خلاص دقيقة خلك عندك والله صدق ما حد قال ليه يا جماعة كان قلت لي ما هاي اجيب الكبيرة والله العظيم كنت باخذ هنا الصورة كبيرة ولا صغيرة؟ لا اجيب الكبيرة يلا خلاص خليك مكانك يلا كم عندنا مشعل؟ هو واحد شد حيلك يلا اعطوني اوكي شباب يعني ما يصير تخلون رياكشني كذا معلق وجهي والله صدق خلنا يعطونا ثاني مره اوكي يلا الثانيه علي اعطوك اوكي سريع ما عليك اوكي اي جيب الثانيه انت وجهك جيب الثانيه خلنا اللي يلا وش يا حسرتي خليني بغطيها يا حسرتي هذا الرياكشن بغطيها حسرتي سوى وش سوى الرياكشن يا حسرتي دقيقة تمام يا شباب ارفع اللوحة يا حظي تمام عطني الرقة رقة بعجالة علي كلمتك الأخيرة أقول أنا واثق في جمهوري وفي جماعتي وفي ربعي وفي كل من هو يدعم علي مناحي وأنا بدونكم ما حد يعرف علي مناحي قبل لا تمشي لبيه إشارة يا شباب وعلي يركض أبي يركض خلينا نطولون عليها وين بتروح؟ هنا ولا هنا؟ معها تعال 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 سريع
سريع خذنا يلا.